مساء الفل والهنا آه ساعات بستغرب قوي من جمله العلاقات المصريه السودانيه ويقوم ايه يتبعها بعد كده كلام وموضوع وحاجات كده واقول إيه, ايه العلاقات المصريه السودانيه دي هي هي هي, هي حاجه جديده دي, دي حاجه ماشيه في الدم من زمان قوي يعني إيه اللي يخلينا فجاه نفكر العلاقات المصريه السودانيه مالها ما طول عمرنا سايحين على بعض وطول عمرنا عايشين مع بعض وبنشرب ميه واحده وعلى ارض واحده طب ده الامثله كتيره جدا ده احنا يعني السودان بقى قطر السودان اللي هو المفروض كان يعني حته مننا ويزال ويظل وان شاء الله يفضل اه مصدر لنا شويه ناس زي الشربات ناس أثروا حياتنا الفنية والرياضية والسياسية والاجتماعية والسياحية شغلانة كبيرة قوي فقلت ما تيجي نبص على الملف بتاع العلاقات المصرية السودانية زي ما تقول بقى العلاقات بين محمد واخوه أحمد إيه عادي يعني يعني الطبيعي أن يبقى في علاقات بين محمد وأحمد الإخوات إيه الجديد في كده طب تعالوا نثبت بقى أن إيه الجديد في كده طول عمرنا في حضن بعض متعشقين عاشق ومعشوق بنتكلم شبه بعض بن بنعمل فن على فكرة شبه بعض ودمنا شربات شبه بعض وأقول لكم أول مثال يا سيدي في حلقة النهاردة واثبت لكم بالدليل القاطع الدامغ إن دمنا شربات مع بعضينا أهو الأستاذ سعيد حامد المخرج الجميل الشربات الشاطر الله الحقيقه السينما. انه عمل نقلات في صناعه السينما قويه جدا يعني انت مش عارفه ليه المخرجين الكبار دايما ايه كان عندهم اول فيلم كده يبقى يعني في خصوصيه اه خصوصيه وصعوبه مم. وبعدين اللي هو كان الحب في الثلاجه بالظبط كده وده هنتكلم عنه لكن انت يشهد لك ويحسب لك ويكتب لك انك انت مثلا عملت نقله في صناعه السينما رهيبه جدا اسمها صعيدي في الجامعه الامريكيه أنت منين في الأصل؟ أنت في الخرطوم. إيه اللي خلاك طلعت عامل كده زي سعيد حامد؟ يعني ليه عامل كده؟ أنت عامل كده ليه؟ يعني أنا بحب السينما، وأنا بعتبر نفسي ابن السينما المصرية. أوه. يعني أنا اتزرعت جواها. يعني كتير من المخرجين العرب كانوا بيكلموني بيقولوا لي أنت قاعد وسط السينما المصرية إزاي وأنت سوداني؟ أوه. فبقول لهم أنت ممكن تجي للسينما المصرية من فوق. بس انا السينما المصريه تحت انا اشتغلت مساعد تعرفت على كل الوسط الفني وانا مساعد وانا مساعد اكسسوار كلاكيت مساعد اول فاخذت المراحل واحده واحده فيمكن ده حظي يعني <applause> بس انت دار... انت درست هنا في معهد السينما درست في معهد السينما وتخرجت معهد السينما الاول جيت جيت وانت عندك كام سنه؟ جيت عمري 19 سنه كنت خلصت بقى الثانويه العامه الثانويه العامه وفنون جميله و... يا سلام انا درست سنتين فنون جميله دي افادتني جدا يعني في, في الحكايه أوه. وبعدين رحت مغير الكارير قرار حاد يعني على ابتديت ازاي تفكر في الحب في الثلاجه مثلا؟ مشوار طويل مثلا يعني الحب في الثلاجه اه انا وماهر عواد لما ماهر عواد كان عمل الاول حاجه الأغزام وبعدين عملنا الدرجه الثالثه وبعدين عملنا سبعه اه حس وده انت كان مشوار مش مع شريف اه احنا مشكلين مثلث كده كنا اه فحبيت الفيلم حفه اللاجئة حب فظيع يعني لانه بالرغم انه فيلم فانتازيا قعدت اشتغل فيه من 89 ل 91 مم. ودخل في اكثر من 12 مهرجان مم. انما قعدت في البيت اه ليه البيت. ليه عشان دخل مهرجانات لا عشان اتصنفت مخرج سريالي يعني كان كذا <applause> مش مفهوم <applause> مش عارفينك <applause> فكانت الألبة الألبة في صعيدي في الجامعة الأمريكية صعيدي في الجامعة الأمريكية سنة 98 اه يا خبر أبيض يا سعيد يعني 2 و 6 سنين يا عيني يا ابني اه قعدتهم في البيت يعني مم. بس كنت بشتغل مساعد مخرج كده في بعض الإعلانات بحاول ألقط يعني أعيشني يعني <تصفيق> <تصفيق> فخدت بقى إيه أعلى سكور في تاريخ السينما المصرية اللي هو صعيدي وأقل سكور اللي هو أحب في الثلاجة فعند الفيلم الاول اقل ايراد والفيلم الثاني اعلى ايراد طيب الحقيقه بقى انه من الحب في الثلاجه لصعيدي في الجامعه الامريكيه انا قعدت اقول الله المخرج ده ازاي النقله دي حد قوي كده بس اكتشفت بقى ان في النص انت في ست سنين الجهاد اللي عملت لقط فيهم رزق ايوه <اللي> عملت, <applause> عملت الفوازير بتاعت هنيدي صح؟ صح ابي واسود اه ده حلوين جدا آه كانت عن الافلام اللي كنت احبها جدا لانه ازاي تصنع مشهد مم. كان معمول من أربعين سنه من خمسين آه. سنه اه فكنت بستمتع يعني انا عشان اعيد مثلا حاجه لنياز مصطفى او لذو الفقار او لفاطين عبد الوهاب كنت بكون سعيد جدا عندي حوالي ست سبع مشاهد بعيده أه. كنت بحاول أعيد نفس التكنيك يعني أه. ما بغيرش في الدوكوباج ايوه أه. يمكن ده يكون حاجه هي ده اللي خلى نحكي دا. نحكي طب افتكر لي حاجه منهم كده سعيد أه حلقه تكون كنت حاببها قوي أه باب الحديد اه امراه على الطريق اه لا حاجات أوه. كتيرة كتيرة يعني انا فاكرة والكليشيهات هي هي والشطات سبعة آلام بتاعت سبعة آلام بتاعت لبلب لبلب أنت يا سعيد انتوا في السودان شربات كده كلكم؟ طبعا بيحبوا الكوميديا <applause> اه مش كده؟ <applause> أنا, انا ليه أنا بحس ان السودان ناس هناك ولاد نكتة و... وإيقاع صاحي في ودانهم كده وفنانين يعني الاصل الاول الاصل الاول لمصر هو السودان يعني طبعا يعني طبيعه النيل طبيعه الهدوء اللي موجوده في النيل هي طبيعه مصر كان زمان يعني م. فانت الحاجات اللي جواك يعني هي جوا المصريين يمكن نسوا منها جزء كبير قوي بس فاول ما بتطلعها بيحبوها نيجي بقى للفجورة صعيدي في الجامعه الامريكيه ايه الاختلاف؟ انا اعتقد انه اهم اختلاف كان سن الجامعه يعني السينما كان على في وقت طويل جدا فقدت السن الجامعه اللي بيعبر عن سن الجامعه. صحيح. ولما جبنا اربع اولاد في مم. سن الجامعه او ثلاثه اصحاب مع بعض في سن الجامعه ومحللين مشاكلهم من خلال سن الجامعه هم سنهم مناسب للجامعه مم. اعتقد انه ده اكبر حاجه كانت وصل الناس. اه. مصداقيه الفيلم. وطارق وبتاع. مم. في مشاكل. يعني. لا مليان يعني صعيدي كان لذيذ وكان في حاجات تلغائيه كتير جدا في الفيلم. مم. يعني انا اذكر مثلا هما كانوا في الشقه وهو دخل مع البنت فالتاني واحد بره فقال له هات السيارة اللي عندها ولا دورك الجمله دي ما كانتش موجوده ده نادي قال انا عاوز اخش قلت له خش فقالها في صعيدي في الكوميديا بالذات في اواخر الشطاطه ما بيحصلش انه ممثل عندك او كوميديان بيقول إف في مصري فانت ما تستطعموش يعني انا ما حسيتش ابدا في حياتك انك انت ممكن تكون الثقافه في السوداني ممكن ما تتلقاش في مصري قوي قوي لوكال قوي يعني لا ما انا مش كده انا تربيت في كل حته في قلعه الكبش وفي السيده زينة وفي شبرا و... لا انا عشت في القاع يعني مم. انا عشت مع كل المصريين مم. اللي هم المصريين الحقيقيين يعني فعارفهم وعارف طعمهم آه طيب عايز اسالك سؤال تاني لو انت النهارده بتعمل صعيدي بنفس السنس الضحك ده مم. سوداني هل نفس سنس الضحك موجود بس تختلف اللهجه؟ اه يعني بسيطه لانه السينما المصريه هي هي الماثره على الشعوب العربيه. مم يعني موجود في الموجود في السينما المصريه هو نفس الايفيه الموجود في السينما في الدول العربيه. أوه يعني أوه مع تغيير اللهجه يعني المرادفات بس مم يعني نوع المكالمات ونوع المسميات ممكن تختلف. مم العاصفه الثانيه همام في امستردام. تمام عاصفه. فبرضو ده طبيعة تانية خالص بقى وسفر بره وكحرطة بقى في الشوارع وطبعاً إحنا ما بنسافر بره نساو... أنتوا كنتوا بتاخدوا إذن يعني للتصوير في الشوارع والبتاع؟ آه كان في برودكشن هاوس هو اللي في هولندا هو المسؤول من يجيب لنا التصاريح يعني سفلقة يعني لا لا, لا مش سفلقة آه يعني وناس منظمين جداً <تصفح> <تصفح> عملنا حاجات سفلقة كثيراً. لا أنا أصلاً ما كانش ينفع <تصفح> لأنه الأيام كتير أنا صورت 24 يوم في هولندا آه فهي مدة كبيرة يعني صعبة إنه تعملها كده يعني فكان في برودكشن هاوس وكان مدحت العدل معايا احنا طبعا عدنا شهرين قبليها لانه همام مجموعه يعني كميه من المصريين تجاربهم يعني اتحكى لنا كل التجارب اللي حصلها فطلعت في الاخر بهمام في الاول تحضروا وهو جمع كمان داتا دمع المترجم. داتا مدحت كان نشيط جدا دمع داتا في كل مكان مم. كان بيقعد مع كل المصريين بيحكوا له الحاجات اللي حصلت لهم مم. واللي حصلت لغيرهم مم. فبيبلورها ودخلها جوه الفيلم عشان كده أبقى. الشخصيه مثلا بتاعه الشخص الم... اللي بيعمل بانتومايم في الشارع ده كان وده كان حقيقي الشخص ده ده حقيقي ده ممثل مصري عايش في في هولندا آآ 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 بيعمل مسرح هناك في هولندا آآ آآ انا جبته من على المسرح أوي شاطر قوي شاطر جداً جداً, جدا 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 ممكن تكونوا تعرضتوا لها مثلا في امستردام والله اكبر حاجه تعرضنا انا في امستردام هني اسمه ده سقه أه حصل له كلاش كده مع جماعه وطلعوا مافيا واصروا انه يضربوه بصراحه يعني لا والله حقيقي؟, حقيقي حقيقي يعني يا راجل حقيقي يعني اه, آه فدخلنا فيها ناس كتير عشان نخلي الموضوع يهدى يعني انه يعني ده نجم مصري آه والحكايه خلصت إيه خناقه شارع ولا كانت ايه ما اعرفش يعني آه كنا قاعدين في مكان بنصور فيه حد جاء يعني حاول يعني يفرض نفسه في التصوير آه فصدق له بينا احمد السقه آه وحصلت مشكله كبيره يعني بس يا اتلمت الحمد لله يعني وشخصيه السقف في الفيلم ده كمان غريبه مم. وجميله مم. وقدم انت ازاي شفته كده يعني ازاي شفته بالكاركتر ده ما كانش بان له خالص الكاركتر ده قبل كده ادريانو اصلا مم. بيطلع في النص الثاني من الفيلم جوره ثالثه اللي هي شرطه فانيلا وكاب اكتشاف شرم الشيخ فيلم سياحي <applause> بن... اه تاني بنقول انه الافلام لما بتتصور في اماكنها الطبيعيه بتعمل دعايه لهذه الاماكن زي آه فيلم آه جحيم تحت الماء في الغردقه لما اكتشفت الناس كلها ايه الغردقه دي ولما شرط فانيلا وكاب افتتح شرم الشيخ فبقت البلد اللي نجحت السنين الطويله دي يعني برده ده معلش جمله يعني اعتراضيه آه. لل... اه طبعا اخوه في وزاره السياحه يا جماعه وزاره السياحه اه <applause> مش كده يعني م. عايزين نصور في مصر بتاعتنا عشان نوثق لها عشان تطلع في الافلام فنرجع يعني كده الحاجات الكلام ده بقى <applause> شورت وفانيلا وكاب فيلم رومانسي كوميدي اكشن اكشن مناظر رائعه يعني انت هنا في الفيلم ده بجد جودت قوي في الجماليات الصوره والطبيعة خدمتك طبعا 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 ف ومدحت صالح آه, وحكاية آه. كبيرة آه. وسامح سليم كان مصور جميل بصراحة يعني آه. في الفيلم ده م. يعني اذكر انه احنا الأغنية بتاعة حبيبي يا عاشق آه. احنا صورناها الأول م. كصورة بس م. وبعدين جينا عملنا عليها الصوت يا سر... يا راجل اه يعني الأغنية الله. دي احنا صورنا الأول صورة آه. لعشق اتنين مع بعض ويحبوا بعض م. وبعد كده منتجناها وعملنا عليها الكلام يعني لو النبي اه مقلوبه خالد حماد عمل عليها آه الشغل فانا اللي صورت الاول اه اه الله ف... طبعا آه اول مره اعرف فيلم فيلمي بس اول يعني مره اعرف الكلام <applause> اه طبعا محمد عدل ما قاليش آه آه <applause> يعني انا مثلا ايه في شوت هم كانوا قاعدين فوق الصخره مم. احنا طلعنا بالكرين 23 متر اه بالموشن 23 متر حطينا فوق العربيه مم. عشان اصورهم طب زي الطياره ايوه آه النهارده موجوده الطياره يعني يعني برمود مكان ممكن, مم. ممكن الشوط يتعمل آه. يعني آه. بس ده كان سنه 2000 يعني بس النهارده 2015 مم. لو عايز اعمل الشوط ده في طياره يعني تروح ناف آه. حواليهم وتعمل نفس الشوط <applause>